بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب من المرحلة الثانوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معكم سلسلة قواعد توبن إنجلش في الإنجليزية المرحلة الثانوية، وإن شاء الله النهاردة هنكمل بموضوع اللي هو الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط اللي هو the past simple tense. طبعا في عندي أكتر من زمن للماضي، منهم زمن الماضي البسيط والماضي التام والماضي المستمر. النهاردة هنستهل بموضوع الماضي البسيط. طبعا الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني للفعل، التصريف التاني للفعل. طب أحول الفعل إزاي للتصريف التاني؟ بإضافة دي أو إي دي مع الأفعال المنتظمة. يعني الفعل المنتظم أو الفيرب اللي هو regular verbs عشان أحولها من المضارع للماضي بضيف لها دي أو ED، ده طبعا إذا كان الفعل منتظم. طب والأفعال الشاذة بتحفظ كما هي، وهي لا يضاف لها لا دي ولا ED. يبقى بتنقسم الأفعال في زمن الماضي البسيط لقسمين، في عندي أفعال منتظمة أهي، والأفعال المنتظمة هي التي يضاف لها دي أو ED، والأفعال الشاذة أفعال لا يضاف لها دي ولا ED. طيب نشوف أمثلة الاثنين كده مع بعض. عندي الفيرب watch يعني يشاهد، الماضي منه شاهد في الماضي من زمان watched ضفنا لها ed. طب الفيرب visit الماضي منها visited ضفنا لها ed. الفيرب play يلعب الماضي منها played لعب من زمان ضفنا لها ed. الفيرب carry الماضي منه carried قلبت الواي الى اي وضفنا له ed. يبقى الاربع افعال اللي قدامي دول دي افعال او امثله لافعال منتظمه، عشان لما حولتها من المضارع للماضي ضفت لها ED. يبقى اول ما اشوف الفيرب watched اعرف ان انا هنا ماضي بسيط، الفيرب visited، الفيرب carried، الفيرب played دي كلها افعال بتدل على الماضي البسيط لانها افعال منتظمه وضفت لها دي او ED. طيب بالنسبه للافعال الشاذه عند الفيرب go ها الماضي منه ها went. طب الفيرب go الماضي منه went ده طبعا went هنا انا ضفت لجو دي ولا ED يبقى ده فعل شاذ. الفيرب buy الماضي منه طبعا باي يعني يشتري، الماضي منه بوت يعني اشترى من زمان، لا ضفت له دي ولا اي دي يبقى ده فعل شاذ. عند الفيرب ريد الماضي منه ها ريد، ريد يعني قرأ من زمان، وفي الحالة ديت لا ضفت له دي ولا اي دي. عند الفيرب رايت الماضي منه روت، وروت يعني كتب من زمان، يبقى ده فعل شاذ لا ضفت له دي ولا اي دي. واضح كده قدامي من الأمثلة اللي شرحناها إن في أفعال عشان أحولها من المضارع للماضي بضيف لها دي أو إي دي زي ما أنا شفتها في الأمثلة الأولى، وبعد كده دي أفعال منتظمة عشان بيضاف لها دي أو إي دي. طيب في عندي أفعال شاذة لا يضاف لها دي أو إي دي، وهذه الأفعال بتحول زي ما أنتم شايفين كده بتحويلات شاذة. طيب تعالوا نشوف بعض الملحوظات على زمن الماضي البسيط. عندي نوتس ملاحظات هامة. الأفعال المنتظمة يضاف لها دي أو إي دي، ودي حسب القاعدة اللي اتكلمنا فيها. طيب إمتى بضيف الإي دي وإمتى بضيف الإي؟ إذا انتهى الفيرب عندي بحرف الإي بنضيف دي فقط، زي الفيرب clean أهو الماضي منه cleaned ضفنا له إي دي. طيب الفيرب revise ضفنا له دي فقط لأن الفيرب revise انتهى بحرف الإي، يبقى عندي هنا revised زمانها ماضي بسيط، وعندي cleaned هنا زمانها ماضي بسيط، بس هنا ضفنا الإي دي وهنا ضفنا الدي. طيب رقم اثنين، اذا انتهى الفعل المنتظم بحرف واي، طب والواي قبلها حرف ساكن تقلب الى اي ونضيف اي دي، تقلب الى اي ونضيف اي دي. زي الفيرب هاري، هاري يعني يسرع، الماضي منها هاريد، قلبت الواي الى اي وضفنا لها اي دي لان الواي قبلها حرف ار متحرك. عند الفيرب ستادي الماضي منه ستاديد، لو انا بصيت هنا حرف كلمه ستادي او الفيرب ستادي انتهى بحرف الايه؟ الواي، عشان احولها للماضي قلبت الواي الى اي وضفنا اي دي لان طبعا الواي قبلها حرف الدي وحرف الدي هنا حرف ساكن. طيب اذا انتهى الفعل بواي قبلها حرف متحرك تظل الواي كما هي ونضيف اي دي. زي الفيرب play الماضي منه played، انا عندي play اهي انتهت بحرف الواي والواي قبلها حرف الاي، يبقى في الحاله ديت بتبقى الواي كما هي ونضيف اي دي. الفيرب stay، stay يعني يقيم او يمكث او يظل، طبعا انتهى بحرف الاي الواي، حرف الواي جاب له ايه وحرف الاي متحرك فبالتالي تبقى الواي كما هي ونضيف اي دي. رقم اربعه، إذا كان الحرف قبل الأخير متحرك منطوق نضاعف الحرف الأخير ونضيف إي دي. زي الفيرب ستوب
الماضي منه stopped. شايف الشكل قدامك عامل ايه؟ هنا بضعف حرف البي وضفنا اي دي لان هنا حرف البي جاب لها او والاو متحرك. طب drop يعني يسقط، الفيرب drop هنا فعل منتظم بس انتهى بحرف البي. طب البي جاب لها ايه؟ او اهي. حرف الاو هنا حرف متحرك وبالتالي ضعفت البي وضفنا اي دي. طب هل الكلام ده بينطبق على طول مع كل الحروف اللي بيكون فيها الحرف قبل الاخير متحرك؟ طبعا لا. اذا كان الحرف قبل الاخير متحرك غير منطوق لا نضاعف الحرف الاخير ونضيف اي دي، زي الفيرب فيزيت والفيرب الماضي منه فيزيتد. الفيرب فيزيت هنا انتهى بحرف التي، طب التي جاب ليها اي، طب الاي متحرك المفروض ان انا اضاعف التي ولكن هنا الاي غير منطوق وبالتالي تبقى التي واحده بس دون تضعيف ونضيف الاي دي لان حرف الاي هنا مش منطوق. طيب عندي بعد كده فيرب تو بي اللي هو في الماضي بيتكون من ووز او وير، ووز او وير. اذا جاء فيرب تو بي اللي هو ووز او وير بعدها تصريف ثالث تعتبر ماضي بسيط، زي المثال ده the house was painted yesterday. لو انا بصيت لكلمة the house was painted اهي تحتها خط اهي، was painted هنا ده was اهي، والتصريف الثالث painted yesterday يعني المنزل دهن بالامس. هنا طبعا الجملة باسيف، يبقى انا حفظت كده لما يكون عندي was. وفي المثال الثاني اهو the schools were built last year، هنا المدارس بنيت العام الماضي، عندي في المثال الاول was وفي المثال الثاني وير، وجا بعديهم painted هنا وبلت هنا الاثنين تصريف ثالث، يبقى انا اتاكدت كده ان الجملتين دول في زمن الماضي البسيط. يبقى القاعده بتقول لي اذا كان فيرب تو بي عندك was او وير في الماضي بعدها تصريف ثالث اوتوماتيك تعرف ان دي ماضي بسيط وهنا بتعتبر ايه؟ الجمله في حاله الباسيف. طيب رقم سبعه، اذا جاء فيرب تو بي برضه اللي هو was او وير بدون فيرب مضاف ل ing تعتبر ماضي بسيط، لان طبعا المفروض لو was او وير زائد فيرب مضاف ل ing يبقى هنا دخلت في الماضي المستمر، ولكن was او وير بدون فيرب مضاف ل ing بتعتبر ماضي بسيط. She was clever at English، هي كانت جيدة في اللغة الإنجليزية. هتقول لي فين الماضي البسيط هنا؟ هقول لك هو كلمة was هنا ما دام بعدها اسم أو صفة أو مكان بتعتبر ماضي بسيط. طب هنا بقول لي they were at school، they were at school يعني هم كانوا فين؟ كانوا في المدرسة، هم كانوا في المدرسة. طيب they were at school هم كانوا في المدرسة، ادي were اهي بعدها مكان ما بعدهاش فيرب مضاف ل ing يبقى اوتوماتيك زماننا هنا ماضي بسيط. I was at cinema انا كنت فين؟ في السينما yesterday بالامس، ادي was اهي بعدها مكان فبالتالي بتعتبر ماضي بسيط. نرجع للقاعدة، اذا جاء فيرب تو بي لو was a word بدون فيرب مضاف ل ing اعتبرها على طول في زمن الماضي البسيط. رقم 8، اذا جاء عندي في الجملة was aware اهي بعدها adjective يعني صفة مضاف لها ed تعتبر ماضي بسيط. طبعا الطالب عارف ان انا عندي الصفات بتنقسم لنوعين، صفات بتنتهي ب ed وصفات اهي في رقم 9 هنتعرض ليها بتنتهي ب ing، صفة بتنتهي ب ed وصفة بتنتهي ب ing. اذا جاءت صفة مضاف لها ed في قبلها was aware بتعتبر ماضي بسيط. مثال he was interested in science، he was interested in science هو كان مهتم بالعلوم. they were excited about the match، they were excited about the match هم كانوا مصارين او متحمسين للمباراة. عندي هنا was اهي بعدها تصريف صفة مضاف لها ed، عندي were هنا اهي بعدها صفة مضاف لها ed، يبقى القاعدة يبقى انا عرفت على طول كده ان زمان الجملتين دول ماضي بسيط. يبقى القاعدة بتقول إذا كان عندي was or were زائد صفة مضاف لها ed تعتبر ماضي بسيط ظاهر في الأمثلة عندي. رقم 9، ها إذا كان عندي صفة قبلها was or were، was or were وبعدين صفة مضاف لها ing برضه ماضي بسيط. زي she was an interesting girl، she was an interesting girl she spoke well هي بنت شيقة جدا بتتكلم كويس جدا. هبص للمثال اللي عندي she was أدا was أهي وبعدين عندي أداة نكرة interesting هي صفة مضاف لها إيه؟ ing يبقى أدا was وصفة مضاف لها ing أوتوماتيك على طول طبعا عرفت إن هي ماضي بسيط. طيب المثال الثاني they were pouring boys هم أولاد مملين كانوا مملين أدا were وعندي بعدها صفة مضاف لها ing. طبعا كلمة بورينج يعني ممل عشان عدم اللبس ما بين الماضي المستمر
لان الماضي المستمر بيكون عندي was او were زائد verb مضاف ل ing. لكن هنا interesting دي شيء، خلي بالك عشان ما عدم اللبس ما بين الصفة والverb. interesting هنا شيق وليست verb. boring هنا ممل صفة وليست verb. يبقى was أو were زائد صفة مضاف لها ing بتكون ماضي بسيط، وعلى الطالب أن يميز في الأسباب في المعنى أو في translation بتاعته ما بين الverb وما بين الصفة عشان ما يحصلش عنده لبس ما بين الصفة اللي بتنتهي بـ ing والverb المضاف لـ ing. رقم 10، إذا جاءت كلمة هاد، وطبعا هاد هنا عشان خاطر الطالب يميز بينها وما بين الماضي التام، لأن الماضي التام عندي أصلا بيتكون من هذا ذا باست بارتيسيبل. طب قاعدتك بتقول إيه؟ إذا جاءت هاد بدون تصريف ثالث وكان بعدها اسم تعتبر ماضي بسيط، زي she had a new dress. أنا بصيت لكلمة هاد أهي، بعدها كلمة إيه؟ a new dress. طب a new dress هنا اسم، وبالتالي هاد هنا مفيش بعدها تصريف ثالث، يبقى هي ماضي بسيط. هي هاد اهيديك، اد هاد اهي. طب اللي بعديها ايه؟ بعديها كلمه اهيديك، اهيديك يعني صداع، اسم، وبالتالي هاد دي بعدها اسم اهو، يبقى ماضي بسيط. they had a car، هم كان عندهم عربيه او امتلكوا عربيه. طيب يبقى هاد هنا وراها كلمه ايه؟ car. car هنا noun، اسم يعني مش verb، وبالتالي هاد هنا زمانها ماضي بسيط. she had a cold، هي عندها برد. اد هاد اهي برضو هنا had ماضي بسيط عشان بعدها كلمة cold، وكلمة cold هنا برد يعني اسم وليست تصريف تالي. يبقى عشان خاطر ما يحصلش عندي لبس بين الزمانين، لو had بعدها اسم بعرف على طول ان هي ماضي بسيط، لو بعدها past participle او اسم مفعول او تصريف ثالث بتعتبر ماضي تام. طيب يوزج الاستخدام، انا بستخدم جمله في زمن الماضي البسيط ليه؟ طبعا انا عندي ماضي مستمر، يعني فعل استمر في الماضي لفتره طويله، يعني فعل بيعتبر حدث طويل. عندي الماضي البسيط هنا في الاستخدام بتاعه بيعتبر حدث قصير، يعني ايه؟ يعني ما استمرش فتره طويله في الماضي. طيب يعبر الماضي البسيط عن افعال وقعت وانتهت في الماضي وليس لها اثر، زي yesterday I watched the film. كلمة watched هنا زمانها ماضي بسيط اهي. طب watched هنا ماضي بسيط، يبقى معنى كده ان انا شاهدت الفيلم ده امس، ولكن لم يستغرق فترة زمنية. طب معنى كده ان المشاهدة انتهت في الماضي ومفيش اي اثر متعلق بالمشاهدة دي في الحاضر، يعني لا انا قدام تلفزيون ولا معايا ريموت ولا قدام في التلفزيون خالص. طب I visited Cairo last year، أنا زرت القاهرة العام الماضي، والزيارة هنا انتهت وليس لها أي أثر متعلق بالحاضر. يبقى أول استخدام للماضي البسيط بستخدمه عشان أعبر عن أفعال وقعت وانتهت في الماضي منذ فترة سواء قصيرة أو بعيدة، ولكن ليس له أثر في الحاضر، لأن لو هيكون لي أثر موجود في الحاضر هندخل هنا في الـ present perfect اللي هو زمن المضارع التام واللي هنتكلم فيه بعدين. طيب رقم 2، بستخدم الماضي البسيط تاني فين؟ انت قلت لي الاول رقم 1 بعبر بيه عن افعال انتهت من زمان وما لهاش اي اثر في الحاضر، تمام. طب الاستخدام التاني لوصف احداث قصه متتابعه، بس القصه دي حصلت امتى؟ في الماضي. last week I saw a thief، يعني الاسبوع اللي فات اهو اول كلمه اهي بدات بيها last week، كلمه داله على الماضي البسيط. I saw، saw الماضي من see يرى، انا رايت a thief less. عمل ايه اللص ده؟ he attacked a girl، هدم على بنت. ها grabbed her bag، خطف منها الشنطه بتاعتها. عمل ايه تاني؟ took her money، اخذ فلوسها. and ran away، وهرب. طب انا حكيت لحضرتك قصه، هي القصه بدات الاسبوع اللي فات وانتهت الاسبوع اللي فات، خدت كل الازمنه بتاعتي، ها ماضي بسيط، كلها ماضي بسيط لان دي قصه انتهت فين؟ في الماضي. طب رقم 3، تعبر عن عادات وافعال متكرره في الماضي، يعني فعل او حدث اتكرر عندي في الماضي كتير ولكن اصبح بالنسبه لي ماضي، زي when I was in Cairo I found my family every day. طيب حضرتك لاحظت ان انا هنا وين اهي،
جبت بعديها ووز، قلت لي ووز وراها مكان يبقى ماضي بسيط. طب وفند هنا ماضي بسيط ومديني افري داي. طب افري داي انا عارف ان هي كلمه من الكلمات الداله على زمن المضارع البسيط. ايه اللي دخل افري داي هنا مع فند؟ قال لي ماشي، دخلت ليه؟ لان اصلا كلمه افري داي هنا بتعبر عن عاده متكرره يوميا، بس العاده دي حصلت لما انا كنت في القاهره. يبقى لما انا كنت في القاهره اتصلت بعيلتي كل يوم، يبقى كل يوم تفيد التكرار. ولكن التكرار فين؟ لما كنت في القاهره، يعني تكرار في الماضي. مثال تاني، when she was a student، لما البنت دي كانت لسه طالبه في المدرسه، she was always busy، she was always busy، كانت دايما مشغوله. طب ما انا عندي اهي كلمه always، اهي من الكلمات الداله على المضارع البسيط، بتدل على التكرار الدائم بانها كانت مشغوله، بس الكلام ده امتى؟ ده لما كانت طالبه. يبقى حتى رغم وجود كلمات داله على المضارع البسيط، انا هنا بعتبر الجمله دي تكرار او فعل تكرر في الماضي. I used to visit my relatives when I was in Cairo. انا تعودت ان انا ازور اقاربي عندما كنت في القاهره. عندي كلمه used to بمعنى اعتاد ان، وان شاء الله موجوده معانا هنتكلم عنها بالتفصيل في الخطوات القادمه. طيب الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط اللي هي الكيوردز، اللي المفروض ان انا لو شفتها في الجمله بعرف ان الكلمات دي داله على الماضي البسيط، زي كلمه يسترداي. يعني انا لو شفت يسترداي في الجمله على طول بختار معايا ماضي بسيط او بتكلم في زمن الماضي البسيط. عندي لاست ومشتقاتها، لاست ويك، لاست مانث، لاست يير، لاست وينتر، لاست هوليدي. ان ذا باست، ان ذا باست يعني في الماضي، ها؟ once في الماضي، ذات مرة. once upon a time، كان يا مكان، أو بتعبر عن الماضي برضو عند سرد أحداث قصة في الماضي. once upon a time. ago يعني منذ. in the ancient times، وفي عند previous times، أو in زائد أي سنة فين في الماضي. يعني احنا في 2019 يعني in، أو 2020 يعني in زائد أي سنة قبل 2020، دي بتعتبر ماضي بسيط. مثال، she arrived in 2016. عندي هنا اهي 2016، 2016. طب دي حصلت امتى؟ حصلت في الماضي. طيب خدت معاها ايه؟ arrived، ها؟ خدت معاها ايه؟ arrived. يبقى كلمه arrived اهي من الكلمات الداله على زمن، او تعتبر من 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 ازمنه الماضي البسيط، عشان كده ضفت لها دي او اي دي. طب ما انا عندي ان زائد سنه في الماضي اهي، خدت معاها arrived، لا يجوز اي زمن تاني. طب بعد كده عندي اجو، طبعا اجو من الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط برضو، بس اجو ليها قاعده، طبعا بتبدا الجمله بالفعل ثم بعدها الماضي البسيط ثم المده المحدده ثم اجو. يعني الي graduated 5 years ago، لان انا في الترجمه للغه العربيه لو قلت علي تخرج منذ 5 سنوات هيكون هنا هو بالظبط كده بعد graduated، هو الوضع الطبيعي لكلمه اجو حسب الترجمه الحرفيه اللي انا بترجمها. لا، ده المفروض ان اجو دايما بتيجي بعد المده المحدده. علي graduated 5 years ago، ما ينفعش اقول علي graduated ago 5 years، لا، ده المفروض ان كلمه ago ما بتيجيش بعد الفيرب، لا، ده بتيجي بعد المده المحدده. طب ما انا ممكن ابدا بالمده المحدده 5 years ago علي graduated، ما فيش اي مشكله خالص، المهم ان ago تكون بعد المده المحدده سواء في اول الجمله او في اخرها. طيب نيجاتيف اللي هو النفي بتاع زمن الماضي البسيط، بأنفي الماضي البسيط بكلمتين، اما بنيفر او بديدنت، بنيفر او بديدنت. طيب عشان انفي بديدنت هتحط عندك الفعل ثم didnt ثم انفينيتيف او مصدر الفعل. مثال، they arrived late. لو بصيت انت لكلمه arrived، كلمه arrived هنا زمانها ماضي بسيط مضاف لها دي او ED. طيب عشان حبيت انفيها بعد كده they didn't arrive late، يبقى انا حولت arrive اهي ل didn't arrive. لاحظت هم لم يصلوا متاخرين، لو لاحظت ان انا ما فيت بديدنت اهي حولت arrived لايه؟ ل arrive. طيب انا عندي arrived اهي نفس المثال عندي اللي انا كتبته تاني، كتبته اللي انا قلته من شويه قلته تاني اهو. بص كده they arrived late. طب تعمل في never، they never arrived late. لاحظت في المثالين اللي قدامك ايه الفرق بين التغيير؟ لو نفيت انا ب didn't او ب never. طبعا لو نفيت ب didn't اوتوماتيك لازم الفيرب يتحول للانفينيتيف اللي هو المصدر بدون اي اضافات، لكن لو نفيت ب never بيبقى مع الفعل على حالاته مضاف له دي او اي دي، او اذا كان فعل الشاذ بيبقى فين؟ في الماضي. وعندي كاتبها اهي، عند النفي ب didn't ياتي بعدها المصدر، عند النفي ب never يبقى بعدها الفعل في الماضي، وتفيد never عدم وقوع الفعل ايه؟
اطلاقا. طيب لاحظ نفي كلمه was be wasn't ونفي were be weren't، لان طبعا احنا من شويه قلنا ان was were لو بعديهم تصريف ثالث او بعديهم اسم او مكان او صفه بيكونوا زمانهم ماضي بسيط. طب لو انت قلت لي was او were لما يكونوا ماضي بسيط هفهم didn't برضه؟ طبعا لا، طبعا عندي verb to be بينفى سواء كان في المضارع او الماضي بينفى بنطق بعد was او were. she was at school. طيب هقول she didn't was او she didn't be at school، لا غلط طبعا، انا هنفي was بايه؟ wasn't. طب they were at cinema، تبقى هنفي were بايه؟ weren't. they weren't at cinema، يبقى was نفيها ها wasn't، were نفيها weren't. طيب بالنسبه ل had، انت قلت لي ان had بتكون زمانها ماضي بسيط امتى؟ اذا جاء بعدها اسم. طب لو had لو بعدها اسم بتنفى ب hadn't؟ لا طبعا، had لو بعدها اسم بتنفى ب didn't have، لانها بتعتبر كفاعل في زمن الماضي البسيط، والماضي البسيط بينفى ب didn't، بينفى ب didn't. طب يا استاذي انا احيانا بشوف had منفيه ب hadn't. فعلا انا بنفي had بنط ب hadn't، بس هنا في حاله الماضي التام، لما تكون had فعل ايه؟ لما تكون had فعل ايه؟ فعل مساعد وبعدها تصريف ثالث تنفى ب hadn't. لكن لو هاد فعل اساسي في زمن الماضي البسيط بتعامل زيها زي اي فعل في زمن الماضي البسيط بنفى ب didn't. مثال she had a dress، هي عندها فستان، تعال فيها she didn't have a dress، ما ينفعش اقول she hadn't. طب امتى اقول she hadn't؟ لو بعدها تصريف ثالث في زمن الماضي التام تنفى ب hadn't، لكن انا هنا في الماضي البسيط بعدها اسم اهو، يبقى في الحاله دي تعتبر ماضي بسيط بنفاها ب didn't ايه؟ didn't have. طيب بعد كده هننزل على question، السؤال. السؤال نوعين، في سؤال بأداة ايه؟ استفهام. طيب السؤال بأداة استفهام بيتكون من ايه؟ اهو أداة استفهام did فاعل ها مصدر الفعل مكملات. طيب انا عايز اسأل حد اقول له اين ذهبت امس؟ ها اين يعني وير اهي اللي هي أداة الاستفهام. طب بعد كده الفعل المساعد عندي ايه؟ did. طب الفعل يو، الفعل او مصدر الفعل جو، ومكملات الجمله عندي يسترداي، تبقى وير ديد يو جو يسترداي. طيب وين ديد ذي ارايف لاست ويك، متى وصلوا الاسبوع الماضي؟ اجوا امتى الاسبوع اللي فات؟ بدري، متاخرين، الساعه كام؟ طيب حطيت هنا عندي ها وين، فعل مساعد did، الفعل they، والفيرب او الانفيرتيف عندي المصدر اللي هو arrive، ومكملات الجمله عندي هنا ايه؟ last week. طيب السؤال الثاني او النوع الثاني بفعل مساعد هو نفس الفكره، بس انا بشيل اداه الاستفهام وببدا على طول الجمله ب did، بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس او نو. did فاعل مصدر الفعل وبعدين مكملات الجمله بتاعتي. نشوف مثال did you study hard last year، هل انت ذاكرت كويس العام اللي فات؟ yes I did او no I didn't. الجزئيه اللي بعد كده اللي هو الباسيف، عشان احول الجمله للباسيف في زمن الماضي البسيط بيكون عندي الاوبجكت، تبدا الجمله دايما في جميع الازمنه لازم احط المفعول في اول الجمله، وببص للمفعول بتاعي اذا كان مفرد باخد بعديه ووز، واذا كان جمع باخد بعديه وير، ثم باست بارتيسيبل بتاع الجمله زي the house، المنزل was painted yesterday، المنزل اندهن بالامس. طبعا المنزل هنا مش فاعل، لان مش المنزل اللي هيدهن، ده المنزل اللي ايه؟ هيدهن. يبقى المنزل هنا object مفعول. طب الاوبجكت بتاعه المفعول بتاعي مفرد، والجمله في الماضي هاخد معاه ايه؟ was، وبعد كده painted the past participle yesterday امس. طب the flowers هنا الورود مفرد ولا جمع؟ لا طبعا جمع، هاخد معاها ووز ولا وير؟ لا وير. والتصريف الثالث ووترد يعني سقى، لكن وير ووترد يعني سقيت لاست يير العام الماضي. ذا فلاورز هنا هي اللي بتسقي ولا هي اللي بتسقى؟ الفلاورز هنا هل هي فاعل ولا مفعول؟ لا طبعا الفلاورز هنا مفعول، وبالتالي تحول الجمله للباسيف ازاي؟ هبدا بالمفعول اللي اتسقى اللي هو الورد، وعشان فلاورز جمع هاخد معاها وير، وبعد كده watered the past participle. يبقى عشان احول الجمله للمجهول في زمن الماضي البسيط بيكون عندي object اللي هو المفعول، وبعدين was او were that the past participle. طيب عندي بعض الملاحظات الهامه على ال past simple tense زمن الماضي البسيط، نبدا نناقشها مع بعض، والملحوظات دي هامه جدا جدا. اول حاجه تستخدم used to بعده معاني في زمن الماضي البسيط. نمبر 1 لما يكون عندك الجملة بدأ بفعل عاقل وبعديه مباشرة used to plus infinitive زاد المصدر بمعنى اعتاد أن،
تعبر عن عادة وانتهت. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك الفعل عندك زي used to بعدها المصدر go، ها انا هنا هركز على used to اهي، بعديها ها بعديها مين؟ بعديها المصدر اللي هو go، قبلها الفعل، يبقى فعل used the mother to work early، they used to work go to work early، يبقى used to هنا بتعبر عن عادة وانتهت، يعني افهم من كده ان هم ما عادوش بيروحوا الشغل بدري، لان used to هنا انا هستخدمها لعادة وقعت وانتهت في الماضي. يعني انا لما كنت شباب زمان بلعب كورة I used to play football، معناها ان انا عجزت دلوقتي ما عدتش بلعب كورة. I used to get up early، يبقى انا دلوقتي ما كنتش بصحى بدري. I used to visit my school، انا تعودت ان انا ازور مدرستي، ده لما كنت طالب، لكن انا حاليا ما بيحصلش الكلام ده. يبقى used to لو قبلها الفعل مباشره بعدها الفعل في المصدر على طول، في الحاله دي تعبر عن عاده وقعت وانتهت، بس بشرط يكون قبلها فاعل عاقل. طب القاعده الثانيه، لما يكون عندي فعل عاقل، تمام، هنا زاد عندي كلمة ايه؟ بي، وهنا اول كلمة ايه؟ جيت. طب الكلمتين دول لما اتغيرت اهي بي او جيت سبقت يوزد تو، سبقت ايه؟ يوزد تو. طيب يبقى في الحالة ديت بيجي بعدها الفير مضاف لي اي ان جي، بيكون بعدها الفير مضاف لي اي ان جي، يبقى فعل بي اللي هو I was where get او got used to بعدها الفيرب مضاف ل ing. قارن كده بين القاعدتين، هنا فعل عاقل used to زائد مصدر، طب هنا فعل عاقل بس بعديه بي او get وبعدين used to، هنا اتغير المصدر ده للفيرب مضاف ل ing، طب المعنى اتغير؟ طبعا هنا لما كانت في القاعده الاولى تعبر عن عاده وانتهت، لكن هنا عاده ما زالت مستمره. يعني انا في المثال الاول هنا لما قلت they used to go to work early، هم تعودوا يروحوا الشغل بدري، يعني معنى كده ان العاده انتهت. طب هنا they، ها خدت عندك ار اهي اوكي، خدت عندك جوت اهي مفيش مشكله اوكي، used to ها مش هقول جيت، ده انا هقول ايه؟ ها؟ جيتنج اب ايرلي، هقول ها؟ جيتنج اب ايرلي، بعدها الفير مضاف لي اي ان جي، يبقى ار او جوت يوز تو بعدها الفير مضاف لي اي ان جي، معنى كده ان العاده دي ما زالت مستمره. يبقى اقارن بين القاعدتين تاني كده، فعل عاقل يوز تو زائد مصدر، عاده انتهت. فعل عاقل بي او جيت يوز تو زائد فير مضاف لي اي ان جي، عاده مستمر. طب لاحظت ان الفعل هنا كان عاقل؟ تمام. طب الفعل هنا عاقل؟ تمام. طب تعالى نشوف القاعده الثالثه كده، تستخدم يوزد تو او، بس في هنا ايه؟ في هنا مفعول غير عاقل، تمام، بي ها يوزد تو زائد المصدر. الله، طب انت هنا لما كانت في عندي بي يوزد تو كنت بتحط عندي فيرب مضاف لاين دي، بس لاحظ كان ده فعل عاقل، لكن عندك هنا ايه؟ مفعول غير عاقل، مفعول غير عاقل بي يوز تو زائد مصدر. طب اصبح المعنى هنا ايه؟ تستخدم لي وليس اعتاد ان، المعنى اتغير تماما. بص كده عندي the pen is used to write، القلم يستخدم في ان اكتب به. طب عندي the pen اهي، بص معايا كده ركز، the pen هنا ايه؟ مفعول غير عاقل. طيب عندي is وبعدين used to اهي وبعدين الانفينيتيف المصدر، بس لاحظت ان المفعول ده ايه؟ غير عاقل، بي used to زائد مصدر بمعنى يستخدم لي. نفس المثال في القاعده رقم ثلاثه، عندي برضو مفعول غير عاقل وبرضو بي وبرضو يوز بس هنا يوز فور مش يوز تو، برضو بعديها الفير مضاف ل اي ان جي، يبقى التغيير اللي حصل هنا كانت يوز تو اهي بعدها الفعل في المصدر، لكن يوز فور بعدها الفير مضاف ل اي ان جي او اسم، مفيش مشكله ان الفيرب متحول، الفيرب لما يضاف ل اي ان جي بيتحول لاسم. ذا بن از يوز فور رايتنج، هنا بص المثال ها، ذا بن از يوز تو رايت، ها the pen is used for writing، يستخدم في الكتابة. طيب بعد كده، لا تستخدم used to للتعبير عن عادة لفترة قصيرة أو محددة في الماضي، وطبعا المثال ده مهم جدا جدا جدا. بص كده I used to study hard last week، بصيت كلمة last week هنا الأسبوع الإيه؟ الماضي، أو last year هنا، last year معناها العام الماضي. طيب اهي لو انها اهي عشان نعرف ان last year هنا هتدل على ايه؟
هتدل على مدة أو فترة محددة في الماضي. يبقى last year هنا ما ينفعش آخد معاها إيه؟ used to. يعني معنى كده أنا خدت used to أهي used to، وبعديها فترة في الماضي فترة محددة اللي هي العام الماضي، الجملة بتاعتي هنا إيه؟ wrong، خطأ. الجملة دي كده خطأ، لا تجوز. ليه؟ لأن أنا حطيت مع used to دي أهي اللي أنا لو قلتها لك أهي خدت معاها ايه؟ خدت معاها last year مدة محددة في الماضي. يعني معنى كده لو انا قلت I studied hard last year اهي هنا خدت عندك ايه؟ ماضي بسيط اهو، عندك ماضي بسيط خدت مع last year، مفيش مشكلة عادي خالص، لان الماضي البسيط بيعبر عن فعل وقع في مدة معينة في الماضي، ومع كلمة studied خدت last year. لكن مع used to لا يجوز ذكر المدة اللي حط لان طبعا هي اصلا بتعبر عن عاده، والعاده هنا استمرت فتره، لا يجوز حصر العاده في المتكرره في مده بسيطه. last week last year last month two years اي مده محدده لا يجوز ذكرها مع used to. طيب ملحوظه، يمكن استخدام كلمه ايه؟ ها no longer. كلمه no longer معناها باللغه العربيه، كلمة no longer معناها لم يعد اهي، ويأتي مع الفعل على حالته. يعني ايه؟ شوف المثال كده، he didn't use to smoke. طبعا used to زمانها ماضي بسيط، ولما بنفيها ب didn't لازم احول used ليوز. he didn't use to smoke، هو ما اتعودش على التدخين، معناها he no longer smokes، هو لم بص كده عندي no longer اهي، لما نفيتها لما نفيت no longer اللي اولناها اهي بيكون بعدها الفيرب مصرف معاها no longer smokes. she didn't use طبعا نفس الفكره، لما فينا didn't لازم يكون معاها use، الفعل في المصدر she didn't use to arrive early، she no longer arrives early. يعني no longer ياتي بعد no longer فعل مضارع مثبت، ياتي قبل any longer فعل مضارع منفي، ودي هنشوفها في الامثله اهي. بص معايا كده، he used to smoke، هو اعتاد ان يدخن. He doesn't smoke any longer، هو ما عادش بيدخن. He no longer smokes، دي طبعا ها used to smoke اللي انا هلونها لك اهي معناها ايه؟ اعتاد ان يدخن في الماضي، يعني معنى كده انه ما عادش بيدخن. طب ما هي هي he doesn't smoke، انا خدت doesn't ايه؟ smoke اهي، وخدت معاها ايه؟ any longer، خدت معاها ايه؟ any longer. لاحظت ان قالت ايه؟ دي مين؟ any longer اهي؟ كان جاب لها فعل مضارع منفي. He no longer smokes، ها he no longer smokes يعني هو لم يعد يدخن. يعني معنى كده ان الثلاث جمل دول بيدوا معنى واحد، used to زائد المصدر بتساوي نفي any longer بتساوي no longer زائد فعل مثبت. القاعده عندك اهي، فعل used to زائد مصدر بتساوي فعل no longer زائد الفعل على حالته. نقراها تاني كده، he used to smoke، اعتاد ان يدخن في الماضي يعني العاده هنا انتهت. he doesn't smoke any longer، هو لم يعد يدخن، بتدي نفس المعنى. he no longer smokes، هو ما عادش بيدخن، بتدي نفس الايه؟ المعنى. طيب من برضو النقاط اللي بيحصل فيها لبس مع الطالب، تستخدم ظروف التكرار للتعبير عن عادات تكررت في الماضي، زي كلمه always، طبعا always مضارع بسيط، sometimes، usually، often. الكلمات دي اصلا دل على زمن المضارع ها البسيط، ولكن تعبر عن تكرار لعاده في الماضي، زي when I was young، لما انا كنت شاب صغير I usually walk to school. لاحظت هنا كلمتي اهي ملونه was، عندما كنت زمان صغير، وانا صغير ها لما انا كنت صغير عملت ايه؟ I usually انا عادة walked to school، يعني اذا العادة المشي ده هي كانت عندي لما كنت صغير بس كنت متعود عليها، يبقى المشي وانا كنت صغير ها كنت متعود عليه، يبقى اصبحت عادة فين؟ في الماضي. ما تستغربش لما تلاقي كلمة دل على المضارع البسيط جامع الماضي البسيط، لانها بتعبر عن تكرار العادة في الماضي. طيب عندي يمكن يستخدم التعبير، بص كده، فاعل وبعدها الفعل المساعد اللي هو did زائد مصدر الفعل للتوكيد، ها I did clean the room، انا فعلا نظفت الأوضة. شايف الفيرب عندي هنا clean، الفيرب ايه؟ clean، بس انا حطيت له did كفاعل مساعد عشان أكد وقوع الفعل.
طيب يبقى I did clean the room. أنا فعلا نظفت الأوضة. She did cook meat. هي فعلا طبخت لحمة. عندك did أهي المفروض الوضع الطويل هو ليه؟ She cooked meat. ها She cooked meat. طب حبيت أكدها اللي فعلا She did cooked meat. يبقى القاعدة اللي أطلع بها هنا يا أستاذ أطلع إن كلمة did بتستخدم كفعل مساعد بعد الفاعل وقبل الفعل الرئيسي للجملة عشان تؤكد وقوع الفعل بمعنى فعلا بمعنى ايه فعلا. طيب بعد كده ظروف التكرار التي تحمل معنى النفي ظروف زي ايه زي never rarely seldom little دي بتحمل معنى النفي في الجملة حتى بدون نفي. قال لي دي لها طريقتين اهي فاعل للطريقة الاولى ظرف التكرار اللي احنا لسه جاريينه سواء never rarely seldom او little ثم ماضي بسيط فاعل ظرف تكرار ماضي بسيط. بص كده she rarely watch TV she rarely watch TV دي تفيد النفي هي نادرا ما كانت تشاهد التلفزيون يعني ما كانتش بتشاهد التلفزيون كتير ف rarely هنا بتدل على الايه على النفي. طب لاحظت ان انا طبقت القاعده ما انا عندي الفعل اهو وبعدين rarely وبعدين ماضي بسيط فعل rarely ماضي بسيط she'll rarely حط never فيش مشكلة rarely seldom little اي واحدة فيهم هنا تفيد النفي تفيد ليه النفي رغم عدم وجود كلمة not في الجملة. طيب هيجي الطالب يقول لي يا استاذ ممكن ابدأ ب rarely في اول الجملة يعني rarely بالذات لا مش rarely انا هبدأ باي فعل بأي ظرف من ظروف التكرار سواء كان never أو rarely أو seldom أو little اللي أنا ذكرهم فوق يبقى أنا هبدأ ب rarely في الأول. بص كده عملت إيه؟ ها حطيت rarely في الأول قال لي ابدأ بظرف التكرار مفيش مشكلة. طب إيه شروطك؟ قال لي لازم تحول الجملة للسؤال. فاكرين تكوين السؤال؟ لما كنا بنحط did ها وبعدين فاعل وبعدين مصدر الفعل ها نلونها عشان نفهمها مع بعض كده. يعني أنا حطيت rarely وبعدين did كفعل مساعد she watched TV القاعدة ايه بقى اهي ظرف التكرار وبعدين did وبعدين فاعل وبعدين مصدر الفعل يبقى ظروف التكرار التي تفيد معنى النفي عندي never rarely seldom little لها طريقتين في الاستخدام يا اما تحطها بعد الفعل وقبل الفعل مباشرة وتفيد ان الفعل بيحصل بصفة قليلة جدا او ما بيحصلش يا اما لو بدأت بيها تحول الجملة لصيغة الايه الاستفهام. لاحظ انه في المثال الثاني اهو مثال ده اهو تم البدء بظرف التكرار وتم استخدام صيغه الايه السؤال. طيب خلي بالك من التعبيرات التاليه I wish I'd rather it's time I wish I'd rather it's time الكلمات دي من الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط بس ليها حاله بتيجي في الماضي التام يعني ممكن استخدم الكلمات ده اهي ماضي بسيط وماضي تام طب فرج لي بينهم بالاستخدامين ازاي استخدم من الماضي ازاي استخدمهم في الماضي البسيط وازاي استخدمهم في الماضي التام من غير ما اتلخبط انا هقول لك اهو ركز معايا هل بعديهم لو حضرتك اخدت فعل ماشي وبعدين ماضي بسيط ها عايز كلمه تدل على المضارع ازاي يعني لو في هنا معاهم كلمه تدل على المضارع هختار معاهم ماضي بسيط التلات تعبيرات دي لو عندك في الجمله كلمه تدل على المضارع اختار معاهم ماضي بسيط فبعدين في الحاله الثانيه لو عندك فعل ماضي تام اهو الماضي التام اهو اللي هو الباست بارتيسيبل هاخد معاهم كلمه تدل على الايه على الماضي يبقى التعبيرات I wish I'd rather it's time لو بعديهم ماضي بسيط يبقى عايز كلمه تدل على المضارع او العكس لو عندي في الجمله كلمه تدل على المضارع بختار معاهم ماضي بسيط طب لو معاهم ماضي تام هختار كلمه تدل على الماضي البسيط طب لو معاهم كلمه تدل على الماضي البسيط هختار ماضي تام طب اديني مثال كده I wish اهي ده اهو انا لونها كده I wish اهي عشان خاطر احددها بعدها الفعل مش مشكله عندي study ده اهي hard I wish she studied hard today شايف انا ملونها لك اهي باللون الاحمر كلمه today كلمه today هنا بتدل على المضارع اهي وعندي هنا I wish اهو خدت معاها ماضي بسيط طب بص المثال اللي قصادها على طول
اي ايش اهي ها شي هاد ستاديد هارد يسترداي. شوف الكلمه الملونه المظلله يسترداي كلمه داله على الماضي، ها اخترت معاها هنا على طول ايه اهو اخترت معاها ايه ماضي تام. فهمت انا اقصد ايه؟ يعني لو عندك اي ويش كلمة تدل على المضارع اهي تحت الماوس اهي، يبقى انت حضرتك هتختار لماضي بسيط. طب اي ويش برضو لو عندك يسر دي اهي تدل على الماضي، هختار معاها ماضي تام. اوكي مثال تاني، I'd rather they revised well now. عندي كلمة now اهي تدل على المضارع، خدت معاها ايه؟ revised عشان I'd rather ونلون I'd rather. يبقى I'd rather اهي بعديها ماضي بسيط عشان معاها كلمة تدل على المضارع، ولو عندي كلمة تدل على المضارع هاخد معاها ماضي بسيط. طيب برضه نفس المثال والناحية التانية I'd rather اهي نفس المثال هنلونها برضه I'd rather اهي. طيب they ها had revised هاخد معاها بص last week. عندي في الجملة last week اهي كلمة تدل على الماضي البسيط، رحت واخد معاها ايه؟ ماضي تام. يبقى I'd rather اهو نرجع تاني I wish I'd rather it's time التالتة بتاعتهم لو معاهم كلمة تدل على المضارع فاختار ماضي بسيط، لو معاهم كلمة تدل على الماضي هختار ماضي تام. طيب لاحظ ان عندك هنا افعال تستخدم في الماضي البسيط والمستمر حسب معناها. حسب ايه؟ يعني ايه؟ احنا عارفين ان افعال الشعور والاحساس والادراك ما بتحملش ما بتشيلش الاستمرار، يعني ما بتشيلش اي ان جي ما بتشيلش اي ان جي. بس في طبعا احنا عارفين في افعال في اللغه الانجليزيه بيكون لها اكتر من معنى وبتستخدم باكتر من معنى في الجمله. يعني عندي مثلا كلمه لوك تستخدم في المستمر سواء مضارع او ماضي لو هي بجاب معنى ايه؟ يبدو. يعني انا لو قلت لك شي از لوكينج ال هي تبدو مريضه، يبقى لوكينج هنا تشيل اي ان جي. طيب كلمه لوك جه هنا بمعنى ينظر، هي از لوكينج يعني هو بينظر. طيب يبقى كلمه لوك لو جه بمعنى يبدو لا تستخدم في زمن المضارع، لا تستخدم في زمن المضارع المستمر او الماضي المستمر. لو عندي look جايب معنى يبدو لو انا قلت لك she is looking ill، طب she is looking at the sky هي بتنظر الى السماء، يبقى looking هنا تاخد ing ما فيهاش مشكله، look هنا ما تاخدش ing. طيب يعني انا لو جيت كده كلمه look وحطيت لها هنا ing ما عنديش فيها مشكله. طيب لكن هنا ما ينفعش. طيب يحب يعني لايك، يحب يعني لايك. لو انا قلت لك اي لايك فيش ما ينفعش اقول لك اي ام لايكينج فيش، لا تبقى غلط، لان لايك لو جاب معنى يحب تعتبر فعل من افعال الاحساس او الشعور او الادراك وبالتالي لا يضاف لها اي ان جي. طب كلمه لايك لو جاب معنى انجوي يستمتع هنا يضاف لها اي ان جي. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك اي ام لايكينج ذا هوليداي انا بستمتع بالاجازه، يبقى في الحاله دي تاخد اي ان جي. طب كلمه يعتقد يعني ثينك هنا ما ينفعش احط لها اي ان جي، لكن لو جاب معنى اي ام ثينكينج ناو انا الان بفكر هنا اضيف لها اي ان جي. كلمه هاف ابص معنى يمتلك لا يضاف لها اي ان جي. هاف لو جاب معنى ايت او درينك يضاف لها اي ان جي. يعني هنا ما ينفعش اقول لك اي ام هافينج ا كار، هنا يبقى هافينج غلط. لو قلت لك اي ام هافينج فيش تبقى صح، ام هافينج تي تبقى صح. بس هنا شي لوكس سيريس، ادي لوكس هنا اهي هي تبدو ايه؟ جادة. شي لوكس سيريس هنا عشان لوكس بمعنى تبدو ما ينفعش احط لها اي ان جي، لكن هنا شي از لوكينج ات ذا سكاي هي بتنظر لايه؟ للسماء، يجوز اضافه لها اي ان جي. نفس المثال هي thinks well we will win he thinks we will win، يعني هو بيعتقد هنا think هنا يعني يعتقد لا يضاف لها ing. طيب لو انا قلت لك he is thinking hard يبقى think هنا يجوز اضافه لها ing لانه بمعنى ايه؟ يفكر. طب they look happy عندي look ايه مظللها ونلونها زي ها look happy، يبقى look هنا بمعنى يبدو لا يجوز اضافه لها ايه؟ ing. طيب هنا they are liking the trip يبقى liking هنا بمعنى ايه؟ ها بمعنى enjoying the trip. يبقى like هنا لا يضاف لها ing وسبب استمرار. يبقى نرجع للجدول بتاعنا، هنا look بمعنى يبدو لا يضاف لها ing، looking يضاف لها ing لانها بمعنى ايه؟ ينظر. طبعا تلاحظ الفرق في المعنى بين الجمل دي.
طيب عند التعبير عن عادات في الماضي، احنا اتكلمنا عن used to من شويه كده، كنا بنقول فاعل used to مصدر، هتفاكر فاعل used to مصدر تعبر عن عاده وانتهت. طيب she used to study hard، هي تعودت ان هي تذاكر. عايز نفس الجمل اللي بتساوي الجمله دي بس بصيغه مختلفه. عندي رقم القاعده الثانيه it was زائد شخص او صفه ملكيه habit to زائد مصدر، ها احفظها معايا كده، it was شخص صفة ملكية habit to زائد مصدر، يعني it was her habit، her هنا ايه؟ ها صفة ملكية، it was her habit to study، ها to ايه؟ study، ها to زائد الايه؟ المصدر، it was her habit to study hard، نفس الجملة دي. طب it was أحمد's habit to study hard، يبقى في المثال الأول حطينا صفة ملكية، وفي المثال الثاني حطينا اسم ايه؟ شخص اللي هو ايه؟ احمد اهي مظلله، يبقى ده شخص مضاف لابوستروف اس الملكيه، وبعدين تو زائد الايه؟ زائد المصدر، يبقى الجملتين بيدوا معنى واحد. طب القاعده الثالثه فاعل was aware in the habits of the الفيرب مضاف لاي ان جي، احمد was in the habits of studying، لاحظت انت كلمه ايه؟ was in the habit of، ها was in the habit of اهي مظلله، بيجي بعدها الفيرب مضاف ل ing، نلونها بلون تاني كده، بعديها فيرب مضاف ل ing. طيب يبقى ها شفت القاعده، يبقى احمد was in the habit of studying hard. طب it was habitual for شخص to زائد مصدر، نفس المثال it was habitual for احمد to study hard، دول طبعا لازم يتحفظوا. it was habitual for اهم نلونها كده باللون الاحمر وناخد تحتها خط عشان تفهمها تحفظها. it was habitual for زائد شخص to زائد الايه؟ ها تو زائد المصدر، نظلل تو زائد المصدر عشان تتحفظ على بعضها كده. it was habitual for شخص تو زائد مصدر. اخر قاعده عندي فعل ها had the habit of، يعني كان لديه عاده زائد فيرب مضاف ل ing، هنا اهو had the habit of الفعل عندي هي نظللها ونلونها، ها تبقى هي had the habit of بعديها ايه؟ ها بعديها ايه؟ بعديها studying وراها فيرب مضاف ل ing، تبقى he had the habit of studying hard، يعني هو كان من عادته هو كان عنده عاده المذاكره الايه؟ الجاد. يبقى عندي القواعد اللي انتم شايفينها دي كليتها بتساوي بعض وتعبر عن عادات فين؟ في الماضي. وبكده نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده، ونكون خلصنا زمن الماضي البسيط، وان شاء الله نرجو ان احنا نكون افدناكم النهارده او استفدتوا معانا، وان شاء الله تابعونا على قناه مستر احمد بدران، هنحاول ان احنا نشرح كل قواعد الجرامر بالتسلسل وبالتتابع، جميع قواعد جرامر اللغه الانجليزيه في المرحله الثانويه. برجاء الاشتراك في القناه، ولو عندك اي سؤال اي اضافه اي استفسار اكتب في التعليق وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحياتي مستر احمد بدران.